موضوع ان الاهلي بيتعامل مع الاتحاد الافريقي طبقا لرؤيته اللي هو شايفه، يعني القرار اللي شايفه ياخده، والاهلي جاهز لكل الاحتمالات. طيب اليوم السابع، ودي جزئيه مهمه جدا ولقطه غايه في الاهميه لازم اتكلم فيها في الحقيقه، واهو اهو اهو ابن نادي اهو اللي هو مؤمن زكريا، وعدد كبير من الجمهور راح تحت منزل مؤمن زكريا يدعموه طبعا معنويا بشكل كبير جدا بسبب الاصابه اللي عنده. خلينا نروح نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله مؤمن زكريا احد نجوم النادي الاهلي، ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه.